لكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابه، الجاج عامل حاله يعني نصور الماضي الغبار. جوله جديده في عنابه، في هذا الروح على عمل. اليوم بدينا نصوروا في حي الريم، دخله تاع حي الريم، ونروحوا على عملكم مره وليدين المكتوب ونشوف كاش لكم الجوله. الكرسي الاولى أصلاً بتملك شوية. يا ترى. شكرا لك سيدي. ونقطة ثانية برك محور دوران مدينة، محور دوران فومبلا إلى محور دوران نوفال. نتمنى كذلك يعني وضع مثل يعني لائحة ممنوع الوقوف والتوقف من يعني تجهيزين من أجل تسهيل حركة السير. لما يداروا الناس سيارة تيجر. وبارك الله فيكم ربي يوفقكم إن شاء الله. شكرا لانشغالك في محل، وشكرا لك سيدي وربي يعافيكم إن شاء الله. تفضل سيد رضا عمير. من المتدخل تاع الصحة انشغالين في الصميم. بالنسبة للنقطة الأولى اللي تتعلق بتحويل حركة المرور على مستوى محور دوران الزهمة باتجاه محمد صديق بن يحيى، الوقوف والتوقف في المنعرج الذي يسبب مباشرة اكسداد المرور، باش نطمئن المتدخل مباشرة أنه في انطلاقات أمنية لتسهيل حركة المرور خلال الفترة الصيفيين يصل افتتاح الموسم الصيفي، وراح يمنع مباشرة الوقوف وتوقف المركبات على طول الشريط الساحلي خاصة جهة ريزي عمر. حتى في الكورنيش في البولفار ريزي عمر كاملة، بداية من نقطة من تلاقي شارع بن بولعيد مع 28 جنوبي اتجاه وصولا إلى نهاية قطاعنا في الاتجاهين، وكذلك بالنسبة للمخرج محمد صديق بن يحيى وين تدخل المتدخل باتجاه خليج المرجان، يمنع وقوف وتوقف المركبات في إطار مخطط مروري، إضافة إلى إجراءات فيما يخص إجراءات أنه في اللاحي رشيد سوف يصبح اتجاه ممنوع بالنسبة للمركبات القادمة من تقاطع طرق السيفي باتجاه اللاحي رشيد، راح تمنع مباشرة بإشارة مرورية في إطار قرارات لجنة حركة المرور. تبدأ تطبيق هذه القرارات، كل هذه القرارات اللي جرأت والإشارات قبل يوم 17 اللي راح نحكيه عليها بالتفصيل الأسبوع المقبل إن شاء الله. سيد ربع عمير، نروحوا قبل ما نروح إذا سمحت للسؤال الثاني للسيد، نستقبلوا اتصال معنا عبر الخط. مساء الخير. مساء النور أخويا، حبيت نشارك معكم. مرحبا بك، تفضل. شكرا أخويا. تفضل. يا أخي حبيت نمد واحد الانشغالات بركة، راهو كان راهنا. راني سائق سيارة أجرة أنا، والانشغالات راهو كان راهنا. عطيك من رمبوا تاع بومبلو للسرعة تاع ديريزات، باش ما تقول رمبوا تاع نوفال. المقاولة هذه يا خويا
العالميه تاع كورونا وفيها تخدم ما كملوش تاخر كبير صح يا خويا نتمنوا من السلطات الامنيه خويا تتذكر لازم يتذكروا وخويا يحطوا حتى السيد هذا اللي كان يخدم معكم المشروع صح. شكرا لك انت غالي والله قاعده من الحفر ومن الخدمه الماضيه صح وكان تاخر كبير شكرا لك سيدي ربي يعينكم حقيقة كان تأخر ربما في هذا المشروع المتعلق بإعادة تهيئة هذا الطريق السيد ربع عميرو أيضا هو نفس الطريق اللي كان تحدثت عليه المتصل قبل هو ربما الطريق ما بين جسر الأيبيض حتى المستشفى النوفل بالنسبة لنجم نفسج رابط بين محور الدوران الإخوة كاملة ومحور الدوران اللي كنت في إطار تهيئة الأرسلة الأسبوع الأخير أو في إطار تهيئة الأرسلة استكمال تهيئة الأرسلة المصالح استكمال تعبئة التاريخ ألو السلام عليكم والله لاباس شو رايك أختي صافا؟ ولا ما اليوم راني خدام درك راني رايح للتياتر راني في بولفارد افريك في ميز الموت لا غارة سي بون سي بون اي داكور ها كاش مشكل صح صح يكون في انسيابيه في الحركه في اضافه الى هناك بعض الاقتراحات المقدمه بالنسبه للنقطه المحور الاخوه كايل ونهج البنفسج مرارا بشارع المعطر الاخضر راح يسوف سوف تظهر تبرع مستوى جديد حركه المرور في البلديه وسوف اتخاذ الامر الانسيابيه من خلال هذه الاقتراحات المقدمه مستقبلا على مستوى المقدر نستقبل معنا اتصال عبر الهاتف مساء الخير الو مساء الخير الو انقطع الاتصال للاسف ارقام 038 40 54 54 والا 038 40 54 89 نتحدث على الوقوف والتوقف والركن العشوائي للمركبات سيد رابع عميور وحنا مقبلين على امتحانات شهاده البكالوريا اكيد كان ياسر اولياء يتعمدوا انهم يركنوا مركباتهم امام المؤسسه التربويه هذا ربما راح يعيق اولا انسيابيه حركه المرور ويعيق ايضا دخول وخروج التلاميذ الى مركز أكيد أولا عرق سالب حسن لسيد حسن شهادة تانية البكالوريا بالنسبة لشهادة البكالوريا والممتحنين المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا وعرفوا أن بالنسبة للوقوف وتوقف المركبات أمام المؤسسة الصحية والتعليمية هي تدخل في الأحكام المتعلقة بالتوقف والوقوف الخطيرين وهي مخالفة من درجة الثالثة عقوبة 3000 دينار جزائري وفي حالة عدم وجود سائق مباشرة في الوضع الفوري في المحشر وعندما يكون السائق غائب حسب نص المادة 350 تنفيذي 4381 نستقبل معنا اتصال حسنة مساء الخير لو انقطع الاتصال للاسف ارقام 038 40 54 54 والا 038 40 54 89 صفحتنا على الفيسبوك راديو على مكان ربما مخالفه التوقف امام المؤسسه الطبويه في حد ذاتها هي مخالفه يعقب عليها القانون سيد ربع عميق اكيد قانون التوقف والوقوف امام المؤسسات التعليميه هي التعليميه وكذلك النص بالنسبه الصحيه مخالفه من الدرجه الثالثه عقوبة 3000 دينار جزائري وفيها الوضع الفوري في المحشر في حاله عندما يكون السائق غائبا او يرفض تنفيذ اوامر الاعوان لانهاء الوقوف غير قانون يعني يكون ما يديماريش يكون ما يتحركش من المكان هذاك حتى يطبق القانون هذا بالتاكيد عندنا اتصال حسنه نعم ارقامنا 038 40 54 54 والا 038 40 54 89 الو مساء الخير الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك طبعا شيء في حيوة القبة يعني يشكل عندنا سفرة تاو القبة وعندنا من السيدة الروحو مش من دخل يا زكري طافية يا نورمال طافية وطافية صح قد تشوفين شيء على حمرة
شكرا لك. وزيدوا حفروا في الدخل وزيدوا يدلوا لي باريع. باين يجيني اخطاء عند عشر ايام كنت اطلع لك السبل جدي قايل لك منه ومنه راح انت يعني تقعد يروحوني حي. شكرا شكرا لك سيدي شكرا لك للاسف. شكرا لك المعذرة المستمعين. هي نقطة تخص حي واد القبة مدخل تاع حاجة تاع شوب السيد ربعة. بالنسبة للحي مدخل واد القبة بإطار الإجراءات المتخذة بالنسبة لموسم الاصطياف الإجراءات راهي تضمن انسيابية في الحركة ونعرف أن مدخل حي القبة واد القبة فيه مدخل على مستوى شارع محمد الصديق بن يحيى هذا أول مدخل في مدخل ثاني من شارع 28 جانفي في مدخل ثالث من شارع ريزي عمر هذه كلها مداخل بالنسبة لشارع 28 جانفي عنده القادم باتجاه واد القبة عنده على الأقل ثلاث مداخل يقدر يدخل بهم لواد القبة إضافة إلى المدخل المؤدي من المقطع الرابط بين السيفيد ومدخل واد القبة عبر ريزي عمر يعني هي الكم هناك كم هائل من المداخل اللي تقدر اي مركبات تستعمل اي مدخل وتضمن المرور في انسيابية للجهة الوجهة تاعها داخل واد القبة. معنا اتصال مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل سيدي. بارك الله فيك الله يعطيك العافية مع الحصة هذه. شكرا لك. عفوا عايشك ومرحبا بودويا في مالك يا رب. الله يبارك فيك. عايشك انا نخدم موزع في نقولوا تاع الاحوال في فريزا. حبيت نعبر برك على واحد المشكل هو كي نقاري كيما مثال في طريق تاع عسل حمصيه. جينا كي نجي تقاري يقول لك البوليسي ما تقاريش وانت راح تدير لي فريزا راح تقاري لا كونديسيون ما تقفلش الطريق وما تديرش سيركيلاسيون حتى حركه مرور وتخدم دير في ديتراسيك تخدم تهبط سلعتك دير البونا انت تقاري منه دير في ديتراسيك يجي يقول لك عطيني منطقه سياره هذيك نهار انا بوليسي في عسل حسين قلت له ما نعطيكش الورق ولا نعطيك الورق قلت له انت في اوروبا بلاد كفار الشرطي هو اللي يدير لك مكان التوقف لا تهبط السلعه من حقك مليح سيدي معك ملازم الاول راح يطرح لك سؤال تفضل سيدي نعم التوقيت اللي يهضر معك الشرطي السلام عليكم توقيت 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 يتكلم معك الشرطي توقيت على شحال ساعة؟ توقيت كما نقولوا توقيت 9:15 بارك الله 10 الصباح 9:15 شكرا لك ابقى معنا في الميديا في البوست راح يجاوبك السيد رابع عمير قائد كتيبة حركة المرور والأمن الطرقات بأمن ولاية عنابة تفضل سيد بالنسبة لشحن وتفريغ السلع على مستوى بلدية عنابة راه محكوم بقرار بلدي قرار بلدي من الثامنة فما فوق لا يسمح بشحن وتفريغ السلع على مستوى كامل بلدية عنابة في حالة توقف وتوقف أي مركبات للشحن وتفريغ السلاح راي تدخل في اطار مخالفات قرار اداري محضر الى الجهات القضائيه واتخاذ الاجراءات. يعني هذوما اللي ليفري ولا اللي وصلوا السلعه تاعهم شنو التوقيت القانوني اللي يقدروا يفرغوا فيه؟ من قبل 8 صباحا يعني من 7 ليلا و 8 صباحا. من 9 ليلا؟ 7 من 7 ليلا حتى 8 صباحا. 7 مساء من 8 صباحا. معنا اتصال عبر الخط مساء الخير. مساء الخير خويا طه. مساء الخير تفضل. تحيات لك وللضيف الكريم. شكرا لك. هذا عندي واحد انشغال يعني نوعا ما خارج على الموضوع ولكن يناسب الموضوع. هنا في حي لاكورون. شارع عباد احمد. احمد شنو نقولوا احنا كاين واحد ديفويت ولا طوافيت ما عندهم بزاف وحنا نركلاميو عليهم. ولكن شكل لون ناخذ يعدوا طوموبيلات ما يخلوناش ترونكيل بالرود نتاعهم الخماج هذاك داير في السماء وانا ثاني نتكلم هكا باني مكفوف انا مكفوف لازمني نقضي كما الناس ما نجيش حتى نعدي في المعلق صح صح وكان حتى الشرطه على بالها بهم ما جاي كل عشره يعديوا منه وشوفوها هذيك الوحده تاع الماء نطلب الصوره شارع بدا احمد لاكولون لاكولون قبل الفرقان مجد الفرقان مليح شكرا يعني عيطت قدام الخطره الصوت تاع الماء يعني ما كان حتى رد ما فهمتش ان شاء الله ما بقاش يطرشونا دخلوا له خمج للطاحه
وصلوا ان شاء الله المسؤولين تاع المؤسسه يكونوا يسمعوا فينا ويدخلوا في اقرب نقطه. وانتم ثاني السيد المنظم عندكم دور انكم تبلغوا في مثل هذه النقاط وان شاء الله يكون في تبليغ على هذه النقطه. بالنسبه للشوارع كلها محصيه وتم تبليغ السلطات المعنيه كل مصلحه معنيه بالاشكال هذا بالنسبه لتسربات المياه من خلال فرقه شرطه العمران وحمايه البيئه. مليح. نذكروا برقم الهاتف اللي حنصاحبوا اخر المكالمات في عدد اليوم 0-30-40-54-54 والى 0-30-40-54-89. معنا اخر اتصال. مساء الخير. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدتي، تفضلي. ان شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله. والله حابه نطلع عليكم واحد الانشغال برك على حي ولد فرشه. حي ولد فرشه كبر بزاف وبقى ايطاج عندنا. رحت وحده هو بولفار بيشا بشا يوسف اللي طلع لوبيتال. دونك شنو نقول لك؟ سي دوفوني انفيرنال. تبع تيديو داير يقراو. مشكله لا سيركلاسيون في تو طون، ما عندناش طرق ولا طرق اخرى نخرجوا منها. يعني لازم لنا حل فيها. الفرشه كبرت بزاف والسكان كثرت البروموسيون كثرت وسي تي بوش. دخله واحده خرجه واحده. يعني اذا كان لكن المسؤولين يقدروا يدونها حل. شكرا ربي يبارك فيكم. شكرا لك، بارك الله فيك انت سيدتي على الاتصال. اذا النقطة اللي تحدث عليها السيدة تخص ربما مدخل ولد فرشة من شارع بيشا يوسف حتى محور دوحة حتى المستشفى. بالتأكيد متدخلة مشكورة. بالنسبة للجهة الغربية نشوف فيها توسع كبير، توسع عمراني في بعض الشوارع اكتظاظ مروان سوف دخول المركبات والخروج. ونعرفوا ان دخول اتجاه بيشا يوسف يكون عبر محور دوران الإخوة تاعي اللي جا فيه إشكالات فيما يخص نهج البنفسج، وكذا الدخول عبر بلعيد بن قاسم عبر مسجد إسراء والمعراج. الممر هذاك يكون في حد ذاته في بعض الأحيان مختنق. بالنسبة هناك مخرج آخر يؤدي إلى مباشرة إلى طريق صرايدي من جهة أخرى. بالنسبة للاقتراح تاع السيدة الكريمة سوف ياخذ معي اعتبار ونقدم اقتراحات لازمة فيما يخص هذه النقطة. وعلى ذكر هذه النقطة سيد الملازم، كاين سياسة تشكي ثاني حتى من التوقف العشوائي تاع أصحاب سائقي الحافلة. على مستوى بيشا يوسف المقطع الأخير المخرج هناك إشكالين بالنسبة للوقوف وتوقف الحافلات على مستوى النقطة مخرج مستشفى الدوربان، وكذلك بالنسبة للإشكال عدم توفر النقل على مستوى الجهة العلوية لحي الدوربان، عدم توفر بعض وسائل النقل منها الحافلات. وكان تم دراستها على مستوى لجنة حركة المرور للبلدية وتم اتخاذ فيها قرارات فيما يخص هذه الإشكال. مليح. ونذكر حتى على ذكر الحافلات من سياسة حتى في على غرار الحي هذا تاع الجسر الأبيض، كان أصحاب حافلات يتعمدوا أنهم يتوقفوا في نص الطريق وخلوا الناس من وراهم، خاصة في طريق عاشور وكان فيه شكاوى ياسر. ولا تلقى حتى يمشي بالإشكال أنه إشكال على مستوى الدربان أنه التاريخ غير مهيأ من خلال لجنة حركة المرور للبلد من معاينة هذاك التاريخ بالنسبة للجهة العلوية لحي الدربان أنه فيه منعرج يصعب صعود الحافلات ونزول الحافلات من الجهة العلوية. كانت اللجنة اتخذت مجموعة من الإجراءات أنه طلبت من مصالح البلدية تهيئة هذاك المنعرج باش يسمح للمركبات في انتظار هذه التهيئة لضمان النقل. ربما سيتم إدراج سيارة الأجرة كمحطة في الجهة العلوية لامتصاص أولا تقديم الخدمة على مستوى للزبائن على مستوى الجهة العلوية، من بعد الانتهاء من الإشغال سيتم توفير الحافلات على مستوى المقطع. شكرا لك سيد الملازم الأول للشرطة سيد رابع عمر قائد كتيبة حركات المرور وأمن الطرقات بأمن ولاية عنابيد. كان هذا موضوعنا اليوم بس احتياط روغاك ولكن العشوائي ديما تحبيني نحطك لهي وتمشي على رجلك شويه. ما كانش مشكل ديما ايضا على اتصالاتكم. شكرا على الناس اللي اتصلت بنا ونعتذر على الناس اللي ما نزيدوش نحظوا هيك صح كده. انا حاصل وانا حاصل انا ما نفختوش سيركيلاسيون.
عشوائي للمركبات ان شاء الله هذه الايام ما يتوقفوش امام المركبات عفوا ما يتوقفوش امام المؤسسات التربويه باش يسهلوا حركه المرور بهذه المؤسسات وباش يسهلوا حتى الوصول للتلاميذ والمترشحين للمؤسسات التربويه. شكرا لك سيد رضا عميور. شكرا ايضا موصول زميلتنا مخرجة هذا العدد سيدة حسينة شطيبي. شكرا ايضا لمراد ابو عزيه على الهندسة الصوتية. طه بن سيدهم يحييكم في امان الله. الشرطة ترافقكم. برنامج امني تفاعلي يعنى بالتوعية الامنية والسلامة المرورية. يبث بالشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والإذاعة الجزائرية. الشرطة ترافقكم. حصة تفاعلية نصف شهرية. الو صحيح كمتي تاكسي؟ ركبنا بصباح. ها ها سي بون سي بون ربي يسهل ربي يسهل. صح صح هاي كيف جبنا المكتوب. احنا هنا في الكور معركه كبيره اليوم نهار كبير تاع السيركيلاسيون. عندي وجهه عسله حسين اني في اللونغ الاخر تاع الكره تما هاك شويه ندخل عسله حسين. نورمالمون نجم بداك هو تلاقاو في البلوك. صح
والله ليكيب جبنا المكتوب هنا في حي الياسمين. نشوفوا مدى الساعة حي الياسمين نخرجوا على حي الأطفال. طلع كاين حانوت بك يقفل بابية رقم شريمان رقم ما يقفل شنو هو بعيد شوية
المنتخب الوطني اللي كان مايو تقنيا كان يراه في المستوى وعنده مستوى اللي تنساش بلي عنده بار اللي عنده مستوى الكاراتي الكاراتي وعنده مدرب الكاراتي وعنده خبرة في دراري وشوفوا عند الهاج هنا
فليت مليعت المحبان كديطال سبغ نجال تاع عليا مالو مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يا رو ما بيا غير خايف مشتاق يا مالو عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا نخلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدنا اياد بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطه ماشي ديالي هادي انت مرتين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيره يا زين حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتني شحال منك يا دير فيك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يضحان ومدي فلان صورتك راس خافي بالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غرضا ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك
في العهد بإخلاص وفيت عمري كتبت عليك انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي الشريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي قوليلي يا غزالي علاش متفرقين انا
فكرة معناها فهمت؟ شوف جزوزة نصيترة قديش؟ نصيترة قاعدة هنا في الأخرى. ده يخسر حاجة جدا. جداره 100 جداره 100 مش قد يخبط 500 تم بقى انت والمنطقة معناها هل ترجع تخدم على جهة ميزان في كل شيء؟ والله ما ثبت مش تكون عندي فكرة كثير. Thank you.
التحسين ديال لازم يكون عندهم يكون في واضح وتكون المخالصه عن طريق التطبيق هذه اللي اول مره نديروا في النظام ممكن من الفريق تاعنا يجيبوا لنا ارقام بانكر تاعو ولكن ان شاء الله يكونوا الامور تاع المستحقات تاعو يروح للنساء جهود متواصلة تكبيرها التعاونية قصد الحد من الطوابير أمام مخازنها نصوصا وحدات وقعت من سنة في هذا الموسم تشير إلى وفرة غير مسبوقة في الإنتاج Thank you.
كاتشومان نحصلوا ليه لا نحصلوا انا نحصلوا يعني بالي نحصلوا من ليه هذاك الكاتشومان نحصلوا اخي نزلت من الكليه هذه برك ونهوي صغيره برك ها ومن جبنا دي 10 دقائق عند من ساعه اسمه بقي هكذا